بقي أن تعلم أن سعد بن معاذ ليس له في تاريخ الإسلام إلا 6 سنوات فحسب. أسلم وعمره 30 سنة، واستشهد في غزوة بني قريظة وعمره 36 سنة. في 6 سنوات قدم سعد لدينه ولنبيه صلى الله عليه وسلم ما قدم، حتى اهتز عرش الرحمن لموته. وأحدنا اليوم يعيش من عمره 20 سنة و30 سنة و40 سنة، وربما ما قدم شيئا لدينه ولا لأمته، بل بعضنا والله لا يزال عبئا على دينه وأمته، والله المستعان. عندما تمر بك مواقف هؤلاء السادات الكرام من صحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأقل ما يحرك في قلبك ذلك الجمود الساكن الذي وقف بنا سنين عددا. فلا أحدنا تقدم في إيمانه ولا خدم دينه وأمته ولا بذل من أجل ما يمكن أن يشفع له يوم يلقى الله بصحيفة تسر الناظرين يوم يلقى الله، لكن سعدا قدم في سنوات معدودات ما تجاوزت 6 سنوات ما جعل وفاته وقعا عظيما ليس لأهل الأرض فحسب، ولكن لأهل السماء أيضاً.